À l'écoute de Radio Japon. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur nos programmes ou sur les conditions de réception, vous pouvez nous écrire. Notre adresse est Service français, NHK World Japan, 150-8001, Tokyo, Japon. Écrivez-nous nombreux. À l'écoute de Radio Japon. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur nos programmes ou sur les conditions de réception, vous pouvez nous écrire. Notre adresse est Service français, NHK World Japan, 150-8001, Tokyo, Japon. Je répète, Service français, NHK World Japan, 150-8001, Tokyo, Japon. Vous contactez par Internet à partir de notre page d'accueil à l'adresse http://nhk.jp/french/. Je répète, http://nhk.jp/french/. Écrivez-nous nombreux.
بكم إلى سلسلة برامج الطريق إلى تشكيجي التي نستكشف من خلالها رمزا من رموز طوكيو هو سوق تشكيجي وما يحويه من مواد غذائية. إن تشكيجي هو المكان الذي تصل إليه أفضل الأطعمة البحرية والفواكه والخضروات الطازجة القادمة من كافة مناطق اليابان، وهو أحد أكبر أسواق الأطعمة في العالم. وإذا كنت تعن أي نوع من الغذاء فمن المرجح أن تجده هنا. فمها ذو الفتحة الكبيرة وأسنانها الحادة تشبه الديناصور، وعلى الرغم من هذا المظهر المخيف لسمكة هامو إلا أنها تستخدم في كثير من الأطباق المميزة. انضموا إلينا لنغوص معا ونكتشف سمكة هامو الصيفية المنعشة هذه. في سوق تشكيجي تباع وتشترى أفضل مكونات الأطعمة اليابانية، ومن بينها سمكة حامو. ويبلغ موسم أسماك حامو ثروته في منتصف فصل الصيف، وتصل الشحنات إلى السوق ذروتها في شهر يوليو تموز. مراسلتنا اليوم هي الألمانية ماري كراوزي التي لم يسبق لها أن رأت سمك هامو في حياتها، وتطلب ماري من تاجر الجملة تومياسو إيدا أن يعطيها فكرة عن هذه الأسماك. هل هذه هامو؟ هل هي على قيد الحياة؟ إنها تبدو مخيفة، هل يمكنني أن ألمسها؟ أو إنها لزجة حقا. هامو نوع من ثعابين الماء أو الإنقليس، وعلى الرغم من أنها تبدو شبيهة بالإنقليس الذي يعيش في المياه العذبة إلا أنها تعيش في المحيط، وتستخدم اللزوجة المخاطية من القشور لحماية نفسها. يقول إيدا إنه يستطيع أن يحدد إن كان مذاق سمكة الهامو جيدا أم لا بالنظر إلى وجهها. هذه لا رأس صغير وجسم مكتنز، إنها دسمة ويفترض أن يكون مذاقها جيدا، كما أن لها وجها رقيقا. أفضل مذاق لأسماك هامو يكون في شهر يوليو تموز، لأن جسمها يكتنز بالدهن استعدادا للتلقيح. إحدى مناطق صيد الهامو الأكثر شعبية تقع حول جزيرة ياواجي في محافظة هيوغو، وتوجد الأسماك في مناطق المحيط الأكثر دفئا. تتجه ماري إلى أواجي لإيجاد أفضل أنواع هذا السمك. تقع الجزيرة التي تبعد نحو 600 كيلومتر غربية طوكيو بين جزيرتي هونشو وشيكوكو الرئيسيتين، وهناك رحلة أخرى بالمركب لمدة 10 دقائق إلى الجنوب للوصول إلى نوشيما. نوشيما جزيرة صغيرة يقطنها 500 شخص. تزور ماري كوخا العمل الخاص بتويوكازو أداتشي، وهو صياد أسماك مضى عليه في هذا العمل 60 عاما، وكان يقوم بتجهيز الطعم. الطعم المستخدم هو الأخطبوط مشبك الأرجل الذي يبلغ حجم الواحد منه حوالي 10 سنتيمترات، ويتم تجميد الأخطبوطات فور صيدها لكي تبقى طازجة. يستخدم الصيادون أسلوبا للصيد بالخيط يسمى الصيد بالخيط الطويل، ويتم وضع صنانير صغيرة عليها الطعوم على امتداد الخيط لصيد سمك الهامو، ويبلغ طول كل